هذه الحادثة التي تابعها كل محب الصقور في مصر أثرت عليهم بصورة كبيرة، وربما غيرت طريقة تفكيرهم في ملاحقة الصقور ومتابعتها، فمهما يكن ليس للصحراء كبير. هو كان دايما المخيم بتاعه أي حد ما عندوش مكان، لسه ما عملش مكان، لسه بيدور على مكان، تيجي خيمته. أولا هو مش من الناس اللي معاه فلوس ياما، يعني هو زينا كده عادي، لكن كان إنسان كريم خالص. تيجي تلاقي كل الخيرات وتلاقي الناس بتبات عنده، ويعني دي أهم صفة فيه، ودي من أكتر المواقف اللي الواحد يعني كلنا كنا متأثرين بيه وعارفين إن هو قد إنه كريم لدرجة إنه بيأثر على صيده هو. وتقنين الصقارة أمنية يرغبها الكثيرون من الصقارين في مصر، خاصة مع إمكانية زيادة الجذب السياحي على غرار دول الخليج، وهو ما يقوله لنا أحمد الشريف الذي نظم سباقا للصقور في صحراء وادي النطرون، أطلق عليه اسم حورس، وجاء إليه محب الصقور من مختلف الأماكن. يعني أنا أتمنى طبعا الهواية تكون مقننة، هي تعود على البلد بفايدة كبيرة جدا، لأن في عندنا حاجة اسمها السياحة البيئية. السياحة البيئية دي من مشاهدة الطيور بقى لإقامة مزارع هنا لإكسار الصقور، مستشفيات لرعاية الصقور. طبعا أنت عندك منطقة الخليج دي نمرة واحد في العالم بالنسبة لاقتناء وتدريب الصقور بالذات، فهنا طبعا لو اتعملت مزارع لإكسار أو مستشفيات، زاد الموضوع المسابقات وموضوع ان السائح يجي العربي يجي بالصقر بتاعه هنا في مصر ويدخل مصر، يبقى في مسابقة عالمية هنا بتتعمل زي السباق بتاعنا حورس ده، ان هو يبقى عالمي، سباق عالمي. في ظل اهتمام دولي بالحياة البرية والحفاظ على التوازن البيئي واستضافة مصر لقمة المناخ COP27، يظل الحلم قائماً لدى الكثير من الصقارين بأن تصبح مصر وجهة لهواية الصقارة.